كرم صباح اليوم سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 186 موظفاً وموظفة من مختلف القطاعات، وذلك لأدائهم المتميز في العام 2015، وذلك ضمن برنامج الريادة المؤسسية التي تعقده إقامة دبي للعام السادس على التوالي، وذلك تقديراً لجهود الموظفين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار والتميز في العمل. وقال اللواء المري بهذه المناسبة أن التميز والإبداع والابتكار يجب أن يكون هدفاً أساسياً لأبنائنا وبناتنا، لأن العمل المتميز والمبدع يساهم في بناء وتقدم الوطن لتكون دولة الإمارات لها المكان الأولى عالمياً على كافة الأصعدة. وأكد سعادته في كلمته أن الأمم العظيمة يبنيها أبناؤها وبناتها، لأنهم هم الحاضر والمستقبل المشرق. بدأ حفل التكريم بعرض فيلم وثائقي عن إنجازات إقامة دبي، ومن ثم تكريم المتميزين بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على 186 موظفاً وموظفة، كما تم تكريم 34 فئة ومنها فريق الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأفضل مدير مركز والأم المثالية والأب المثالي والجندي المجهول، فريق العمل المتميز، الموظف الحكومي المتميز، الموظف المتميز في المجال الإداري، وغيرها الكثير من التكريمات.